أيضا يقول هذا السائل: إذا كان الشخص بعد صلاة العشاء أدى ركعتين ثم أدى ركعتين شفعا ثم قام وجاء ب10 ركعات وختم صلاته بالوتر، فهل له أن يدعو بدعاء القنوت في الوتر؟ وهل له رفع صوته بالقراءة والقنوت أفيدنا أفادكم الله؟ نعم، بعد صلاة العشاء المسلم يصلي ما تيسر له من النوافل، ويكون هذا من التهجد ومن صلاة الليل التي ورد فيها الفضل العظيم، وكل ما تأخر من الليل فإنه أفضل. إذا كان في جوف الليل أو في آخر الليل قبل طلوع الفجر فهذا أفضل، كل ما تأخر إلى ما قبل طلوع الفجر فإنه أفضل، ليدرك وقت النزول الإلهي ووقت السحر، يكون هذا أفضل، ويختم صلاته بالوتر سواء تنفل في أول الليل أو في آخره، فإنه يختم صلاته بالوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر وسنة مؤكدة، والوتر ركعة واحدة تكون بعد تنفله سواء كان كثيرا أو قليلا من أول الليل أو من آخره. وأما القنوت فهو مستحب في الوتر، ومحله بعد الركوع، محله بعد الركوع وقبل السجود، وهو قائم بعد الركوع يدعو بما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما تيسر من الأدعية الجوامع المفيدة. وإذا قنت ودعا قبل الركوع فلا بأس بذلك، إلا أن الأفضل والأغلب أن يكون القنوت بعد الركوع. نعم، أثابكم الله.